بنات هذه المجموعة الخطيرة، كلمة خطيرة شوية عليها، نازلة من سراي الفكرة فظيعة فظيعة بنات. نازلين فيها 5 أنواع البست سيلر عندهم، اللي هو سوليد، سكارلت، وسراي، وسيلفر، وآخر شيء اللي هو جميرة. من كل عطر من حاطين لكم داخل المجموعة 5 قراش. شوفوا الحجم 15 ملي، أوكي، يعني أكو من جميرة 5، وأكو من سيلفر 5، وأكو من سراي 5، ومن سكارلت 5، ومن سوليد 5، أوكي. حاطينهم بنات بوكس كذي صاير، راصين العطور بهني هالصوب، أنا شلعتهم كلهم هني. تخيلوا شنو حاطين لكم، حاطين لكم اكياس مخمل، انزين هيك خلي اطلعهم، اكياس مخمل حق كل عطر، يعني تقدرين انت تحطين العطر بكيسة مخمل. ليش؟ الحين اقول لكم، انا لما شفت المجموعة هذه وايد عجبتني، حسيت شيء مميز، فقلت خل اوريكم اياه، احب اوريكم الاشياء اللي فعلا اشوفها مميزة، يعني مو كل شيء بالسوق ان اشوفه واشوفه، لا، في اشياء تشدني كأفكار احس انها حلو تشوفونها، عشان اللي تحتاج او اللي تعجبها الفكرة تكون شافتها عندي. شفتوا هذا ويا المخمل، تقدرين تستخدمه، تخيل تشترين البوكس وتوزعينه كتوزيعات، توزيعات عندك استقبال ولادة، استقبال زواج، تبين تقدمين انت هدايا حق رفيجاتك، تبين مثلا الحين بداية المدارس الناظرة توزع على المدرسات، او المدرسة الاولى توزع على المدرسات اللي عندها، كيفكم عاد. حلو انهم موفرين لكم اكياس المخمل، وهم فكرة ثانية وايد حلو تقدمينه كهدية حق امك، تقدمينه هدية حق خالتك، يشوق، يعني اتوقع مو راح تستخف عليهم، تكيف، حتى مثلا تاخذه خالتك توزع على عيالها، توزع راح تستانس عليه، عرفتوا. هم عجبني الحجم الصغير حق الجناط، بين وبينكم الاحجام الكبيره وايد تثقل الجنطه، شتفنا قام يطيح، فحلو انك تاخذين الحجم الصغير وياك حق كل طلعه، يعني طلعه تستخدمين هذا، طلعه تستخدمينها، وهم كلهم صراحه من البست سيلر عندهم. ضفته لكم بالبوتيك، وسعره ترى بنات هو اللي ميزة، أنا يعني صراحة تهمني، بعد يهمني موضوع الأسعار إنه يكون مناسب. تخيلوا يعني الواحد هذا يطلع عليكم دينارين وشوية، مستوعبين؟ عطور سراي، العطور مو رخيصة بنات، الفل سايز، جودتها وايد قوية، وايد ناس تحبها، يطلع لك العطر هذا بسعر دينارين وشوية. أخير بنات، هم وفرت لكم هالبوكس، هذا بوكس فيه 25 عطر من العطور الصغيرة، التوزيعات، متخيلين؟ يجون كذي بوكس كامل فيه 25 عطر، 3 عطور هم الأكثر مبيعا عندهم، عطر واحد حصري في بوتيكات، وعطر جديد. وايد حبيت فكرة البوكس بنات، وايد إذا عندك مناسبة توزيعات، هذا بوكسي زاهب، وتخيلوا هني يجون هذول الأكياس الصغار، عشان انتي تحطين العطور على كيفك، واذا تبي تطبعين شيء على الاكياس، الاكياس كاهي ذاهبه، بس تحطين العطر وتوزعينهم. ايد بنات احب هالحجم حق التوزيعات، بولاتي بفهود واميره، يعني خذيتهم صراحه يتحللون، والناس يحبونهم لان حجمهم وايد حلو حق الجناط. هذا البوكس من سراي اللي قلت لكم حطيته بالبوتيك، حلو حق توزيعات، هدايا، عندكم استقبال مثلا حجاج ولادة. أنا توني أستوعب وأتذكر إن أنا حاطتها بالبوتيك، أقول حق اختلاف ليش ما تأخذينه حق استقبال الولادة. أول شيء سعره حلو، إذا تبين تطلبين أكثر من بوكس يعني حلو حق التوزيعات، وكافي إنه يعني عطورات سراي، عطورات سراي وايد حلوة، يعني صدق عطورات سراي وايد حلوة، كافي إنه يعني سراي. أنا وايد أموت على عطر جميرة هذا الذهبي، حاطته عندي بالبوتيك، حاطوركم إياه عندي بالبوتيك، الحجمين، الحجم العود والحجم الصغير، ريحته وايد راقية، وايد أنا أحب الذهبي أكثر واحد من بين كل العطور. السيلفر أحبه، حلو صيفي. الأسود عطر شتوي شتوي شتوي، صج عطر فخم شتوي. سراي الأسود ريحته وايد فخمة شتوية. الأبيض حلو بعد، لهذا الشفاف اللي صدمني أول مرة أشمه، الأحمر، احمر اول مره اشمه هني بالبوكس، ريحته مو طبيعيه مو طبيعيه مو طبيعيه. راح احط الحجم الكبير العادي يعني عندي بالبوتيك، لان ريحته خيالي، حلو حق الجنط، خصوصا الحين الهبه كل جناتنا صغار وميني، فهذول يعني انت شاريه 5 عطور بسعر
سعر وايد اقل. مثلا تبين هذا العطور، تبين هذا العطور، هذا العطور، هذا احسن عطور سراي حاطينهم بوكس واحد، حلوه حق التوزيعات. فهذول حلوين يعني، كل ما خلص وتحطين بالجنطه عادي اكياس اللي تحطون فيها العطر حق التوزيع وكذي، يعني في الفكره وايد حلوه، شيء روعه. او شوفوا شكله من برا، شوفوا لما ابطله من سراي صراحه اجمل بوكس شفته الى الان دخل بوتيكات للأمانة. طبعا هني انا شنو فكرت، هني تقدرون تحطون الاسم، يعني اسمك، المناسبة، الاستقبال، الشيء اللي انت تبينه، الهدية بتودينه لزوجك، بتودينه لأخوك، بتودينه رفيشتك، بتودينه حق عروس، تحطين شيء اسمها تكتبينه، تودينه عادي حق هذول اللي يطبعون يسوون، لان هذا مخمل وسهل جدا، واصلا يطلع عليه شغل فخم، كل ما كتبتي عليه بالذهب بكل ما فخم الشغل. بس شوفوا بنات محتوى البوكس وطريقته وفخامته من برا جلد رهيب صراحة، رهيب ما يتطوف. شوفوا المحتوى، شوفوا المحتوى الأكثر من روعة. طبعا عطورات سراي ما يحتاج أتكلم عنها، ما شاء الله فارضة نفسها، ومن العطورات اللي لها سمعتها ولها على قولتهم صيتها ولها ناسها، وراح أصور لكم فوق أنا شنو أخذ منهم. في عندهم أشياء تهب الحيل أحبها، بس هذا البوكس للأمانة بدعوا فيه، بدعوا. أنت تدرين حتى تبدعين فيه، تبدعين تحطين الاسم هني، تحطين الاسم مثل ما قلت لك هني، إذا كان حق هدية، إذا كان حق استقبال، إذا كان هو فكرة مسوينه بنات حق توزيعات. شوفوا هني شنو حاطين، هني حاطين لكم أكياس المخامل الصغيرة حق العطور، يعني يصلح حق توزيعات 100%. شوفوا هني طبعا 25 عطر حاطين لكم. انا شنو فكرت، طبعا انا الحين بطلب اثنين، شنو فكرت لما بوديهم هديه راح افضي ذول، لان هذول يصلحون حق الاستقبالات. فاللي تبي حق استقبال، توزيع، عرس، ايا كان نوع التوزيعات تبينها حيل تنفعك.